الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس العباءة الملونة أو المزركشة ولبس العباءة التي توضح معالم الجسم أو مفاتنه؟ الحمد لله، هذا من اللعب بالحجاب الشرعي، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، لأن المتقرر أن الحجاب إنما الحكمة والمقصود الأعظم منه أن يحمي المرأة عن تبذل أعين السقطاء ونظر السفهاء، فلا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها محطاً للزينة والنظر، ولا أن تفعل بها شيئاً يجلب نظر الرجال إليها، فإن حقيقة الحجاب إنما جعل ليستر المرأة وزينة المرأة عن نظر الرجال، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فعلى المرأة أن تتقي الله في اختيار نوع عباءتها التي ستخرج بها من بيتها، فلا تكون ضيقة تبرز شيئا من مفاتن جسدها، ولا تكون مزركشة أو عليها كتابات وزينة وزخارف حتى تحتاج هذه العباءة إلى عباءة أخرى لتسترها، فهذا من الزينة، والزينة مأمورة للمرأة أن تسترها، فكيف تجعل الساتر لهذه الزينة زينة أخرى؟ هذا لا يجوز. فالذي ندين الله عز وجل به أن العباءة التي تخصر جسد المرأة لا تجوز، والعباءة على الكتف أيضا لا تجوز، لما فيها من تشبه من التشبه بالرجال، ولما فيه من إبراز مفاتن المرأة، وكذلك العباءات المزركشة أيضا لا تجوز. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تراقب الله في أمر حجابها، وألا تستسهل بأمر حجابها حتى يكون متفقا مع الصفة الشرعية المطلوبة للشارع. فالعباءة لا ينبغي أن يكون فيها أي نوع من أنواع الزركشة ولا الضيق ولا الزخارف التي تلفت لها نظر الرجال. هذا ما ندين الله عز وجل به، ونوصي أخواتنا المؤمنات الصالحات القانتات أن يحافظن عليه، وألا يغرهن دعاة السفور فيما يملونه من تلك الفتاوى الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وعمل نساء المسلمين في عهود الطهر، والله أعلم.